مشاهدينا، قبل أن أستمع إلى مداخلة أبو عبد العزيز من السعودية وجعفر من العراق، لو يأخذون الإخوة أرقام هواتفهم ويتصلون بهم، لأنه يظهر أن هناك كلام لسماحة السيد. سماحة السيد، يعني جرى قبل أيام حديث عن مشاهدة الإمام الحجة في عصر الغيبة الكبرى. في عصر الغيبة الكبرى، نعم، يظهر أن لكم رأيا في هذا المجال. أحسنت. في الواقع هذه المسألة أعزائي في المقدمة لابد أن أشير بأني في أيام قليلة قبل في دروس بحث الخارج ذكرت قضية مرتبطة بقضية مشاهدة الإمام الحجة المنتظر، هذا هو المتعارف، وإن شاء الله أوفق لعلي في شهر رمضان أيضا أعد المشاهد واقعا، هل هو الإمام الحجة المنتظر يعني الذي ننتظره نحن، أو هو الإمام المنتظر الذي ينتظرنا نحن حتى نصل إليه، ماذا لنقدم له فروض الطاعة لقبول قيادته. في الواقع هذا بحث، وهو أنه لا بد أن يأتي إلينا، أو لا بد أن ترتفع البشرية بوعيها لتصل إلى ماذا؟ إلى قبول قيادته. فنحن المنتظرون أو هو المنتظر من لنا؟ الجواب، أنا معتقد النظرية التي أعتقدها في تأخير ظهور الحجة لا لأنه لا يريد أن يخرج، بل لأننا بعد لم نتهيأ لقبول ماذا؟ لقبول قيادته ولظهوره وقبول إمامته وعدله إلى غيره، فهو المنتظر لنا لا نحن المنتظرون له. هذه قضية. وكان بودي وأوجد بعض الكلام من بعض الناس الذين واقعا استغرب من بعضهم انهم عندما يريدون ان يناقشوا الفكره التي طرحتها لا يراجعوا الحديث من الناحيه المنهجيه، ينبغي ان يراجعوا كامل الحديث وبعد ذلك يعلقوا على كلامي، اما ان يقتطعوا مقدارا من الدرس وياتي في الموبايلات وعلى اساسه يناقش، اتصور هذا المنهج اما منهج العاجز علميا، واما منهج الجاهل علميا، واما منهج في قلبه مرض، وإلا البحث له مجاله الخاص به وينبغي أن يسمع كامل. أعزائي، القضية المطروحة هذه، وهو أنه أساسا نحن نعتقد أن الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من المستشهدين بين يديه ومن المنتظرين له، على معنى المنتظر، عرفت شلون؟ وإلى غير ذلك، كل هذا في محله. كانت له غيبة صغرى، وكان يتواصل مع شيعته من خلال نوابه الأربعة المعروفين، وبعد ذلك انتقل في عام 329 من الهجرة إلى الغيبة الكبرى. وأنا هنا أريد مباشرة أن أقول ما هو آخر توقيع خرج من الإمام الحجة من خلال نائبه الرابع. التفتوا لي أعزائي، من خلال نائبه الرابع، كما ينقل الشيخ الصدوق أعزائي في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى 381 من الهجرة، تحقيق الأستاذ علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، الجزء الثاني أعزائي، في عنوان ذكر التوقيعات الواردة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام رقم 44. الرواية هذه، قال: كنت حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد، بغض النظر عن سند له بحث آخر الآن ما أريد أدخل فيه، ولكن الناقل الشيخ الصدوق، وبعد ذلك الناقل هو الشيخ الطوسي، وهم من أعلام الطائفة. قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري، فحضرته قبل وفاته وهو النائب الرابع بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا. ما معنى توقيع؟ يعني رسالة من الإمام موقعة بتوقيع خاص من الإمام، نسخته هذه. بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، إذا ستة أيام بعد ينتهي كل شيء، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية،
لأنه كانت الغيبة الأولى الغيبة الصغرى اللي كان تواصل فيها مع من؟ مع شيعته من خلال النواب والسفراء، ولكن في الغيبة الكبرى بعد ماذا؟ أغلق الباب. فقد وقعت الغيبة الثانية فلا ظهور، التفتوا، لام الجنس يعني بعد لا يظهر الإمام أبدا، لا خاصا ولا عاما، خلاص فلا ظهور، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل. وهذا ينفي أي ظهور للإمام، لا على نحو السفارة والنيابة ولا على نحو المشاهدة واللقاء. واضح، واضح الكلام. قال: وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي محل الشاهد، الآن يؤكد الإمام يا ابن رسول الله لا ظهور، يعني لا ظهور عام فقط، يعني يكون لك ظهور خاص، تلتقي بالبعض، تجلس مع البعض، تجلس على دكان دكاكين دكة بعض الدكاكين، تتغدى مع البعض، تتعشى مع البعض، توجه البعض، تعلم البعض أدعية وغير ذلك من القضايا التي هي صارت أقاصيص، ولكن مع الأسف أقاصيص ثابتة في الذهنية الشيعية، وسيتضح بأنها حكايات وقصص أقرب منها إلى الواقع. التفتوا لي أعزائي. قال الإمام، التفتوا جيدا، قال: وسيأتي شيعتي، يعني بعد ذلك سيأتي أناس إلى شيعتي، يعني سيأتي أناس إلى شيعتي، وسيأتي شيعتي، التفتوا إلى التعابير الدقيقة، من يدعي المشاهدة. إذن الإمام يعبر عنهم ماذا؟ يدعي، مدعون. التفتوا، تقول لا يعقل أن ابن طاووس يدعي، لا يعقل أن السيد بحر العلوم. أعزائي الجواب، أقسم لكم بالله هؤلاء لم يدعوا المشاهدة، بعد ذلك قالوا أنهم شاهدوا، وإلا هم لم يقولوا. وإلا أتحدى أحدا منكم أن يقول ابن سيد بحر العلوم قال أنا فلان شاهدته وهو كان الإمام أو كذا. نعم، أنت بعد ذلك نقل لك بعض الأمور، أنت توقعت قراءتك استنتاجك أنه ماذا؟ شاهد الحجة. على أي الأحوال، قال: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، فهو كاذب مفتر. إذن أعزائي، دعوات الوصاية والوصية الآن بعد بدأت تنتشر مع الأسف الواقع الشيعي، من يدعي أنه وصي الحجة وهم كذابون مفترون أفاكون دجالون. صريحا أقولها لكل أولئك الذين يعرفون من يدعي أنه وصي الحجة، وهو الآن بدأوا ينتشرون بإمكانات مادية لا يعلموا من أين مناشئها، يدعون أنه وصي الحجة، يدعون أنهم يلتقون بالحجة، يدعون أنهم أخوة أدعية من الحجة، يدعون يدعون يدعون. الإمام صريحا يقول: فهو فمي ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتر، فهو كاذب مفتر. أعيد، فهو كاذب مفتر. أعزائي، من جاءكم يدعي المشاهدة للحجة للنيابة، واقعا أستغرب من البعض، واقعا أشفق عليهم علميا، أشفق عليهم أنهم يدعون من أهل العلم يفسرون المشاهدة بأنه من ادعى النيابة، من ادعى السفارة. لا عزيز الإمام، ده يقول مشاهدة، أين علاقة، ما هو علاقتها بماذا؟ بالنيابة والسفارة والبابية ونحو ذلك. مشاهدة، يعني حتى ولو لم تتكلم أحسن، لا أو ملايين. أحسنتم. أستغرب من البعض يخرج ويقول بأنه الإمام الحجة يحضر في عرفة يراه الناس. نعم يرونه، ولكن لا يعرفه أحد، يعرف الناس ولا يعرفونه. أين أنتم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أين عقولكم؟ أين؟ تقول سيدنا، إذن ما هذه الدعوات التي نقلت عن الكذا عن العلماء؟ كثير. نعم. الجواب بين، طبعا هاي الرواية موجودة عن الشيخ الصدوق، وأيضا نقلها من؟ الشيخ الطوسي، أعلام الطائفة نقلوا هذه الرواية. الشيخ الطوسي في كتابه كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أعزائي أيضا نقل الرواية بنفس النسخة، قال:
ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتري. سيدنا، هذه دعوات الرؤية أعزائي بيني وبين الله هي مجموعة من الحكايات والقصص، كثير منها لا أصل لها، لم تثبت لا سندا ولا في كتاب، حتى نعم جمعها بعض أولئك الذين يغرمون بالقصص والأعاجيب. مولان مثل من؟ مثل المحدث النوري. مولان مثل المحدث النوري جمعها تحت كتاب أعزائي بحار الأنوار مجلد 53، طبعا مو صاحب بحار الأنوار وإنما المحدث النوري، والغريب أن هذا الكتاب جعل في ذيل هذا جزء 53 أعزائي، مؤسسة الوفاء، جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى للعلامة مرزا حسين النوري. التفتوا لا تنقلوها عن المجلس، هذا الكتاب لماذا ضم إلى هذا لا أعلم، واقعا فيها مغالطة. هناك أعزائي هو يقول، التفتوا جيدا، هو يقول حكايات قصص أعزائي مو أدلة، قصص. الحكاية الأولى، الحكاية الثانية، وينقل لنا 59 حكاية أعزائي هذا، وأكثر هذه الحكايات لا سند لها ولا أصل لها ولا مستند لها ولا 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 إلى 50 ولا أعزائي، لأنه نحن حديث يأتينا عن رسول الله، حتى لو كان في صحيح البخاري، حتى لو كان في أصول الكافي، نبحث عن ماذا أستاذ علاء؟ عن سنده. لماذا مجموع حكاية؟ خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار رأي أعلام الأمة في من؟ رأي أعلام الأمة في المحدث النوري ومثل هذه الكتابات. هذا أنقل لكم كلام السيد الإمام قدس الله نفسه، وأعتذر للمشاهد الكريم. أنوار الهداية، أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية، الإمام الخميني الجزء الأول، عندما يأتي إلى كتابات المحدث النوري يقول: ولا تسأل عن سائر كتبه، كتب المحدث النوري صاحب المستدرك، اترك المستدرك الآن، ده أتكلم في واقع، يقول: ولا تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجد، وهو رحمه الله شخص صالح متتبع، إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم أكثر من الكلام النافع. هذا رأي إمام ومحقق وعلم من أعلام الأمة في كتب من؟ في كتب المحدث النور. تقول سيدنا بعض هؤلاء الذين نقل أمثال السيد بحر العلوم، الجواب أعزائي عندي جواب له، وهذا الجواب إن شاء الله تعالى في محله في شهر رمضان، سأقف عند قضية الانتظار، لأنه وقعا في الآونة الأخيرة صارت دكان مولانا يرتزق منه الكثير. ساعة نحن في عصر الظهور، ساعة نحن في ساعة الظهور، ساعة نحن في أوقات الظهور، ساعة نجلس معه، ساعة نتمشى معه على الكورنيش، ساعة. يا أخي بيني وبين الله، ماذا أبقيتم من شأن الإمامة أنتم؟ حكمة الغيبة أن لا يلتقي بأحد، وأن الأمة نعم تقول يعني تركها بلا، لا أقول لا، له توجيهات ولكن بطرقه الخاصة، لا باللقاء والمشاهدة والجلوس والطعام كذا. وأما الآخرين الذين ادعوا، بيني وبين الله هؤلاء أولا لم يدعوا، هذا أولا، وثانيا إذا ادعوا أنا عندي مشكلة في الشبهة المصداقية كما يقال. هم كيف عرفوا أنه هو الحجة؟ من أين عرفوا؟ هم لا يعرفونه حتى يقولون ماذا رأيناه. يعني الآن لو رأيت أنا شخصا وقال لي أنا رسول الله، لابد أن أصدقه يعني. ثم ماذا؟ أنا لو كنت رأيت رسول الله فيما سبق، الآن أراه أقول من هو؟ هو رسول الله. أما من لم يعرف الحجة كيف يقول أنا رأيته؟ هذا مضافا إلى أن كثيرا من، ولذا أنا قلت هذه الجملة وأقولها، وهو أن الذين ادعوا فهم كذبة مفترون، وأما الذين رأوا فلا يدعون. فمن رأى فلا يدعي، ومن ادعى فلم يرى. ومن هنا لم يثبت عندي بطريق معتبر موثوق صحيح
أن الحجة شاهده أحد في عصر الغيبة الكبرى.